اه يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. شوف لحظة شوف بسم الله عليك. الله الله الله. ثبات انفعالي ابن هربة. يلا آخر جيم. Let's hope we win. رب صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا. ارزقنا يا رب. ارزقنا يا كريم. ما أدري شوف كيت ولا عبد السميع. مش فرش. هدوء ما قبل العصر. شالوا سميرة وشالوا مورغانا. كان بيلعب ليونا ولا ناتالوس ولا واحد من شاكلتهم. وي اوكي. مش سونا حياكل على وجهه. ما حيلعب الجيم ولا برضو. هذا المفروض اني اخرج لاني حتنكد في البط. مين ياخذ سونا فرست بيك يا عيال؟ يلا نتنكد. انا احب اتنكد دائما. بموت في الشتيمة وبخني. السؤال اللي يطرح نفسه لما السبورت يروح يقتل نفسه يموت، انا اروح اموت معه ولا لا؟ وموافي يلا. كلهم تواني. تاك. ما حيلعب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب. جيناكم بمقطع جديد ستريم هايلايتس. الكليبات اللي موجودة فيه مأخوذة من بث اليومي على منصة تويتش. اللينك موجود تحت في الديسكريبشن. إذا عجبك الفيديو لا تنسى تسوي شير ولايك وسبسكرايب وإن شاء الله تنبسط. I want to survive. الماتش هذا يا إخواني هذا يمسك وهذا يقتل. They are going for full damage. أخذ لي. ضرب لي المينيون. اوكي نفضهم الاثنين كلهم. صح عليه. دائما يبغوا سونا. Just need to survive this lane. Nothing else. لين هذا is all about survivability. شوف لحظة. شوف. بسم الله عليك. الله الله الله. سقفوا له الألماني. I go kili kili. الحين حتجيب الألتي وأنا أجيب الألتي ففي مجال نقتل والله أعلم. جرينا. لين دحين ما مات which is weird. فما ابغى احسده لانه حيموت يمكن 10 مرات كمان لو حسد. سونا في ماتش اب زي ده هذا المفروض فلاش ستان هذا فلاش كيو خلصنا. هذا مصر يموت 10 مرات. فلاش ستان متر 2 يو بليز. اوه بطل. قول له شكرا. I think it's worth it for him. I don't know. ما عندنا كيف حلعب السيف شوي ما هقدر. احس السودة انا ماني فاهم يا عيال. ماني فاهم why does he keep going up. انا مسوي الاي يا عيالة. سويت الاي على الكيو حقته. ليش ضربتني الكيو حقته يعني؟ اوه صلاه بلا صيح. في شيء صقعني على الكيو حقه وشكله الكيو حق بانثيون في نفس الوقت. هلو ذا فايت باك سوبر كيك. واتس هابينج راوند. اوه لا 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 ام سوري. شكرا. والنبي عشان خاطري يا ضياء. كلاب كل شوي يجيبوا لي. اوه ماي جاد. اوه وات ذا فوك. في احد فجر. اوه ماي فوكينج جاد. سمكة الدودون العنيدة. فيز نفضهم. يلا ناخذ كوادرا كله ونرجع. يلا تعبيط يا ابني. بدل ما تدف ام الميد تشيل كل الجنجل حقهم تشيل تاور اي شيء. لا نرجع. انا سايد لينر يا عيال. I will be the side laner. هلعب split push طول الوقت. طلعوا يا محل ورونكو كده ولفوا بالبقرة. ما يحتاجوني هيفوزوا عليهم. بس خلص الجيم بيان. انا I'll just side lane. بس
ثبات انفعالي ابن هربة. جيب انت هيل. يس. السلام عليكم. معك واحد غيره؟ وقعتوا. يخرب بيتك. يخرب بيتك. وقعتوا. هو بيعمل كده ليه؟ ده بياكل بقه. رايح البارون بس ما يفرقش. لما تسوي بارون زي كده يا عيال دونت تيك بارون جست اقلبه بس اقلب اند وي وين. مو لازم تسوي 50-50. والنبي والنبي عنبي والنبي والنبي عنبي والنبي عنبي والنبي كان المفروض ما اقلش بس اقلبه اند يو جايز وين. اسم النبي حرصك وسينك وضمنك يا دل امك وحبايبها وجيرانها وجيران الجيران. جي جي اوكي لو هذا راح على هذاك الثاني كان قتل garbage game. اي اوبجكتيف يعني all what you need to do is just push mid that's all. if you push mid حتسوي pressure مو طبيعي على التيم اللي قدامك. لازم يرسل واحد هناك او يخسر منيونز مره كثير. شايف لازم يرسل واحد هنا. اذا ما ارسل واحد هنا حيوان يا متخلف انت اطرش ملعون ابوك يا عوزه. زعلان يعني اني ما رحت معاهم. هو المفروض اروح معاهم صراحة بس ما ابغى. اه كيف كان؟ السلام عليكم. اجري يا مجدي. استنى وحياة ابوك يا كابتن المات وقعت وحياة ابوك بس اعمل حاجة. ابراهيم ارحمني. استنى وحياة ابوك وحياة ابوك. استنى كابتن وحياة ابوك. اوف اوف. انا العب سايد لينر يا حبيبي انا راضي. قتلوهم كلهم يا عم. انزل تحت دحين عمر في جيم تاني. لا خلاص اخر جيم. يا ريت والله شكلك كريم. والله يا ريت تمشي انت لو فتحت قلبي دلوقتي تلاقي نفسك ماشي. يا ده حلم حياتي. الايام اللي زي كده نكد يعني ما يفرق فايز ولا خسران. هذا كان المفروض اديله اوتو عشان اشيل الديد مان بليت حقه. انا خفت لو قلبت وجه الديد اوتو كان مت. انا قرفان من الاخوان. I will keep split pushing انه هم they don't want to split push. بس نضيع وقت. غريب غريب ايه ده انا نايمه لوحدي. يعني كنت نايمه في بيت الطلبه بالراحه يا اخويا. ايه ده مالك. كل شويه ينزلوا لي التي. هذا اتوقع هتخسر الجيم. هذا وارد وارد كله وارد. انا لو رحت معاهم احسن ترى. انا فعلا لو رحت معاهم احسن. ليش ما تروح زبالين لانهم يا اخي ما احب العب لعب زبالين. جوجو ياخذ قرارات غبيه. اشوف الماب مفتوحه ويروح يسوي حاجه غبيه. اروح اسوي الحاجه اللي تفك لي الجيم. بس كان المفروض خلاص اجي معاهم هنا تيم فايت. دخ 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 بخ الجيم غبية. يعني شوف 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 القرارات العجيبة. عشان بس أفهمك التيم هذا كيف يفكر. يعني هذا أول واحد سوينا سواب بوش مرة كويس. بعدين سوينا سواب عليهم كفشناهم. جاء سايون سوالتي بطل somehow. خلاص إيش يسوي سايون دحين؟ يرجع فوق. لا إيش يسوي المدلينر ولا أنا أنزل تحت؟ لا كلنا نضرب التور عشان كل واحد فينا يتقسم 25 جولد. نبيع أو من هنا بدا ايش النكت. التوب لينر حقنا ميت 4 أو 5 مرات والدايريس عنده حقهم عندهم 5 كيلز. ايش نسوي في الجيم يا جنجل؟ انا اروح العب مع سايون حقي. يا دين امي ابن ثاني. ايه الحمار ده. اروح ادي داريوس كلات زياده. دول جيم كتبت له 6-2 هذول 2-5 2-2 وهذا ايش يسوي؟ يروح فوق. قلت له ليف توب اتس لوست كوز وما كرج هذا ثاني عشان لا احد يطرد. هذا مفلغم برضو يطلع فوق معاهم. ترى ننزل تحت نخلص الجيم. في عندكم كلين فور فري ناخذ دريكات. اخذ كل الدريكات فخلاص سكت. ليش ابغى دريك؟ شوف يبغى دريك متى وما عندنا برايو في الميد والتوب ما احنا شايفينه رايت. نبغى دريك يلا ناخذ دريك حبيبي. يروح ياخذ دريك حبيبي. كويس انه ايش رجع. ارجع يا ولدي ارجع يا ولدي. رجع اخيرا. داريوس هنا وشوف فين الجريفز براحته ويتلطش مع دريك. والله لو مو مفيد الفيز وانه يعور قسما بالله. شوف الفيز شوف شوف الفيز كيف نفض امه. انا هذا بالشيلد هذا اضربه 60 ضربه ما يموت. هذا يسوي ايه ده؟ اسم ماشين جان يا بيعدك انت يومك مش هيعدي النهارده.
روح فوق يا حبيبي. هم اخذوا دريك، ما حد يبغى توب مينيونز، ما حد يبغاهم، كلهم يروحوا يلعبوا ايران في البيت. فكل اللي انا اهبل زيهم انزل فاروح في الميد اتقاسم معاهم سي اس. لو رحت اتقاسمت معاهم السي اس والله ما افوز الجيم، ما نفوز الجيم، لانه ال5 في 5 هم اللي يفوزوا فيه. هنا قتلت نفسي لاني زبل بانثيان، ما توقعت يسوي كذا يعور. إيه هنا هنا شوف، شوف الحظ، الكيو حقت بانثيان في نفس الوقت الكيو حقت داريا. فاك مي، it doesn't matter how many kills you get اذا if you're pushing side lane زي كذا. كمل بوت لين، انا جالس العب كل السايدز، وهذا انا طبعا مره زبال الهوي هذا، انا بس ابغى اسوي ايه على التي حقته يعني. ذات سولو راي كير فور، هو اللي عارف شكلها هي هذه. هذه رجعت فيها كاموت لانه تسوي لي ستان، بس من يوم ما تشوف اصفر على طول سوي ايه.